على هامش معرض إكسبو 2020 دبي، تحدث رجل الأعمال الباكستاني ومستشار رئيس وزراء باكستان لشؤون التجارة والاستثمار عبد الرزاق داود، تحدث عن نجاح تجربته المهنية في دولة الإمارات منذ عدة عقود، وأشار إلى أهمية معرض إكسبو دبي كفرصة لجذب الاستثمارات في باكستان وتعميق العلاقات الباكستانية الإماراتية. جئت إلى دبي وأبو ظبي في عام 1982، ومنذ ذلك الوقت وأنا لدي الكثير من الأعمال هنا وكذلك في دول أخرى من الشرق الأوسط، فأنا بشكل أساسي رائد أعمال. وإلى جانب الطريق اشتركت في العمل مع جامعة، وهي أول جامعة من القطاع الخاص، اجتمعت أنا وبعض الأشخاص لتأسيس جامعة لاهور لإدارة أو لعلوم الإدارة، وكانت هذه تجربة ثرية بالفعل. ما هي خطط الحكومة للسنوات القادمة، وخاصة عندما نتحدث عن الاستثمارات؟ نحن متشوقون لكل التطورات الحاصلة في بلادنا، كل شيء الآن يشهد تطورات كثيرة والكثير من الاستثمارات والنشاطات، والكثير من رواد الأعمال الشباب بدأوا يبرزون وأعدادهم بالمئات، وهذه أوقات كما قلت مشوقة جدا في باكستان. خطتنا هي زيادة الاستثمارات في باكستان، وبلا شك سنستغل أكسبو هذه الفرصة المدهشة والرائعة لإبراز مزايا باكستان، لنجلب المزيد من الاستثمارات وتعزيز علاقتنا في نفس الوقت بحكومة الإمارات العربية المتحدة. رائع. حديثا عن ذلك، الإمارات العربية المتحدة وباكستان تحتفلان بمرور 50 عاما من العلاقات الاقتصادية، علاقات مميزة بالفعل. كيف ترى تأثير أكسبو على رواد الأعمال الباكستانيين؟ ولو حدثتنا أيضا عن هذا الجناح الجميل وما يمثله. هذا الجناح خضنا نقاشات عديدة حول كيفية إبراز مزايا باكستان. ما ترينه هنا من الخارج هو من تصميم فنان باكستاني، والسيد راشد غانا قال بأنه يستطيع أن يبرز بعض المزايا الجمالية، وكل ما ترينه في الخارج هو من تصميمه. أما من الداخل ففكرنا بما أسميناه بعد نقاش طويل بخفايا باكستان أو كنوز باكستان الخفية. العالم لا يعرف ما هي كنوز باكستان. جمعنا فريقا تقوده فنان معماري، وقيمة المعرض هي نجام مقامري، وكل هذا من ابتكارهما، وأطلق عليه اسم الرحلة الداخلية. فسيكون لدينا هذا العرض واسمه الرحلة الداخلية، وهدفنا هو أن نبرز كل مزايا وجمالية باكستان للسياحة وكذلك الاستثمار، وسنستعرض الكثير من الجوانب الثرية من ثقافتنا وتاريخنا. لدينا حضارة عريقة، وتمكني من تقديم كل هذه الجماليات الخاصة بثقافتنا وموسيقنا سنقدمها في هذا العرض. رائع ومدهش. مرة أخرى، أنت قلت بأن الجناح سيفتحه رئيس الوزراء في 9 أكتوبر. الجناح سيفتح أبوابه للجميع في 1 أكتوبر، وفي يوم 9 أكتوبر سيأتي رئيس الوزراء لكي يعلن الافتتاح الرسمي ويقص شريط الجناح.